تماما الخامسة ونصف. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعون فيه بعض لحظات. المعابر الحدودية بغارة دماء وببوشة منافذ مشجعة للتجارة البينية وتيسير حركة النقل بين التونسيين والجزائريين. الجسرين ارتفاع نسبة التملح بالأراضي الفلاحية وضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع صرف الأملاح بالأدوية للأودية. تكريم رئاسي لمبدع الفن السابع في اختتام أيام قرطاج السينمائية وتسليم مشعل أيام صفاقس السينمائية. مرحبا مجددا. الارتقاء بالمعابر الحدودية وتسهيل حركة العبور وتنظيمها إلى جانب تنشيط الحركة التجارية بين تونس والجزائر أهداف من المنتظر أن يقدمها مشروع بناء مركز حدودي مشترك للأمن والديوانة بجليل بمدينة غار الدماء بجندوبة إلى جانب تهيئة المعبر الحدودي ببوشة. تعرف المنافذ الحدودية البرية بولاية جندوبة والتي تربطها بالجزائر حركة دؤوبة للمسافرين والعربات في الاتجاهين، مما يفرض على الحكومة مسؤولية تطويرها والارتقاء بها استجابة لمشاغل زوارها من البلدين. ديوان وطن المعابر هو الهدف متاعه هو الارتقاء بالمعابر الحدودية ومعناها جعل أقطاب اقتصادية معناها وتجارية وتشع على المناطق الحدودية بالأساس، وكيف كيف تسهيل حركة العبور معناها وتنظيمها. مشروع بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بجليل من معتمدية غار الدماء يأتي في مقدمة هذه المشاريع التي من شأنها تحسين وتطوير الخدمات المزداة في المعابر، حسب وزير النقل أنيس غديرة. مركز جليل تقدم تقريبا 80% إن شاء الله باش يحسن ويسهل عملية العبور بين تونس والشقيقة الجزائر. هي زيارة إلى ولاية جندوبة فيها العديد من النقاط، منها المعابر الحدودية لوزارة النقل بإحداث ديوان الجديد باش تكون فما رؤية جديدة. نحبوا المعابر الحدودية تكون دافع للاستثمار خاصة في المناطق الحدودية. هذا المشروع النموذجي إلى جانب مشروع تهيئة المعبر الحدودي ببابوش يظل من أولويات ديوان وطني المعابر. هناك معناتها دراسة أطلقناها لإعادة تأهيل معناتها المعابر هذه، وإن شاء الله باش نقوموا بمشروع نموذجي باش يكون من نصيب ولاية جندوبة. المنافذ الحدودية البرية في ولاية جندوبة من المنتظر أن تسهم عمليات تطويرها الحالية إلى إحداث نقلة نوعية وحضارية قادرة على حفر الانطباع الأول لدى المسافرين. تضررت مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بالقسرين وتحديدا بمنطقة العريش بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بالتربة. عدد من فلاحي الجهة ممن تضررت أراضيهم بصفة كلية يعيشون حالة من الاستياء وينتظرون تدخلا عاجلا لإنقاذ أراضيهم. حسن ومحمد فلاحان بمنطقة العريش تضررت أراضيهما بصفة شبه كلية، معتبرين أن الطريقة الحزامية التي لم تنجز طبقا للمعايير ساهمت في تملح التربة، وتقدر نسبة التملح بالهكتار الواحد 6% لتمتد الأملاح على 15000 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية القسرين، وتعد منطقة العريش الأكثر تضررا. الأرض الفلاحية متاعنا من ضرها الملح من جراء الطريق الحزامية، وتضرت معناها بشكل كبير ياسر، لدرجة أنه إذا ما وقعش إنقاذها الأرض هذه في هل 2016 2017 ما عادش ينجموا ينجحوه لأن التربة نتاعها ولات ملح. ما عرفوش كيفاش يعملوا ممرات للماء هذي، وسدوا المنافذ اللي كنا نصرفوا بها الماء، الفوسيات كنا نعدوا عليها الماء هذي، مما معناتها جعل المائدة ترتفع وتسبب هذا في تمليح قطعة الأرض اللي نملكوها مساحة اللي ضرت في منطقة العريش هذه ما يضاهي 100 هكتار. وللحد من زحف الأملاح انطلقت المندوبية الجهوية للفلاحة بالقسرين في مشروع حفر الخندق بمنطقة العريش والأراضي الدولية وإحداث شبكات صرف الأملاح بالأودية. تهيئة 50 هكتار إنجاز شبكة تصريف المياه المالحة بكلفة حوالي 460 ألف دينار، اللي هو تو متقدم حوالي 70%. 90 هكتار الباقي هي في طور تقرير فرز العروض بكلفة 400 مليون.
وكذلك عندنا في ديوان الأراضي الدولية مشروع بقسطين، قسط الأول فيه 200 هكتار اللي هو مازال كيبدأ في الإنجاز حوالي 5% بكلفة 650 مليون، والقسط الثاني هو مبرمج على سنة 2017. مشروع يرجى أن ينتهي في الأجال ليقلص من معاناة فلاحي الجهة وإنقاذ الأراضي الفلاحية من التملح. تسجل ولاية الكاف هذه الأيام انطلاق موسم بذر الزراعات الكبرى وسط تذمر الفلاح بسبب نقص البذور وعديد المستلزمات الفلاحية، نقص تسعى الجهات الفلاحية المعنية إلى تجاوزه بتوفير كميات من البذور الممتازة. أكثر من 230 هكتار من الأراضي الفلاحية مبرمجة للزراعات الكبرى بولاية الكاف، منها حوالي 200 هكتار مبرمجة لزراعة الحبوب. موسم بذر الزراعة الكبرى قاعد يقدم بصفة طبيعية، حيث برمجنا 235 ألف هكتار، منها 200 ألف هكتار حبوب و 32 ألف هكتار أعلاف و 3000 هكتار بقول. تم لغاية هذا التاريخ إنجاز 63 ألف هكتار من الشعير، والعملية البذر متواصلة. ومع تقدم موسم الزراعات الكبرى ألقت الإشكاليات المتعلقة بنقص البذور والمستلزمات بظلالها على فلاحي الجهة الذين طالبوا بالتعجيل في توفير هذه المستلزمات. بالنسبة للدي بي ما هوش موجود بكل، يعني حتى كمية اللي يجي من كميون تمشي. بالنسبة للزريعة الحقيقة الفكرة وأنه يجي في كيس ربما هي فكرة ممتازة، لكن جات مؤخرة برشا بدون نهار 10 نبدو قمح، يعني مزالونينا 10 أيام ولا 15 يوم تاع شعير، يلزم الكمية تكون متوفرة. كي تشوف تو البذور تلقى تفاوت في الحجم نتاع الحبة، حبة البذر، ثم أنه تم 30% من البذور ما هوش متوتي، ما هوش مداوي، ما هوش سيليكسيوني. كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي الذي عاين بولايتي باجة والكاف عملية تكييف البذور أكد العمل على تلافي هذا النقص في المستلزمات خلال الأيام القادمة. النقص هذا موجود وش نتفاديه؟ حضرنا ثم بذور عادية قاعدين نخدموا فيها، ثم 150 ألف قنطار من البذور العادية، البذور الممتازة، ثم كمية زيادة خاطر زراعة القمح تبدأ من 15 نوفمبر خاصة، دونك احنا من 10 نوفمبر باش يبدا ثم كمية أخرى متاع البذور الممتازة اللي باش تبدا متواجدة. نقص في البذور ومستلزمات موسم الزراعات الكبرى بولاية الكاف وبمختلف مناطق الشمال الغربي، رغم ما تعرف به هذه المناطق كأكبر مناطق بلادنا إنتاجا للحبوب والأعلاف. عقد وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم لقاء مع وفد وزاري بقصر الحكومة بالقصبة لمواصلة الحوار حول الجدل الذي أثاره مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بتأجيل الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية. جلسة وصفت بالحاسمة بين الوفدين الوزاري والنقابي، حيث أكد الأمين العام المساعد للمنظمة شاغيل أبو علي المباركي أن وفد الاتحاد سيقدم حلولا بديلة خلال هذه الجلسة لتعبئة موارد إضافية مالية لخزينة الدولة دون المساس بقرار الزيادة في الأجور في القطاع الوظيفة العمومية. هذا وتتمسك المنظمة الشاغلة برفضها تأجيل هذه الزيادة وطالب بصرفها في الأجال المتفق عليها مع حكومة الحبيب الصيد، بالإضافة إلى دعوة المنظمة لعموم الشغالين في الجهات للاستعداد لتجمع احتجاجي في حال فشل جلسات التفاوض مع الحكومة. إذن تتواصل سلسلة اللقاءات التي يجريها الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص تجميد الزيادة في الأجور أو تأجيلها لسنة 2019، حيث جددت المنظمة الشاغلة موقفها الرافض بخصوص هذا الملف خلال لقاء عمالي احتجاجي بتطاوين. في لقاء احتجاجي عمالي احتضنه مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه تجميد الزيادات في الأجور أو تأجيلها إلى سنة 2019. بالنسبة للزيادات هو رفض مطلق، قلنا أنه خط أحمر، هذا مسألة نتاع حوار ونتاع التزامات وتعهدات. كل ما يمكن أن نقدموه العمال قدموه، العمال يعطوا في الجباية مباشرة وبنسبة 80% من الجباية على الدخل والضريبة على الدخل. هذا ما من المفروض أنه يقع مراعاته ويقع البحث عن مع الناس اللي لم تؤدي واجبها. ومع ذلك بيّن هذا المسؤول النقابي استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل للمساهمة في دعم ميزانية الدولة بالطريقة التي اقترحها في وثيقة قرطاج. فعلا هذه ما تضمنت وثيقة قرطاج،
حددت جملة من المهام في نقاط ستة: مقاومة الفساد، مقاومة التهرب للجباية، مقاومة التهريب، استخلاص ديون الدولة، ادماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية في النسيج الاقتصادي التونسي. هذه كلها يمكن أن تؤدي إلى موارد كثيرة، ما تساوي تقريبا أكثر من نصف الميزانية، ثلثي الميزانية نتاع تونس. لقاء احتجاجي تتلوه بحسب النقابيين تحركات أخرى في حال استمرار الخلاف بين الطرفين وفشل الجلسة الحوارية الجديدة مع الحكومة. أعلنت الجامعة العامة البلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ اليوم أن موعد إضراب منظورها التابعين لقطاع التصرف في النفايات الصلبة والسائلة والمقرر تنفيذه يومي 7 و8 من نوفمبر الجاري قد تم تأجيله إلى يومي 14 و15 من هذا الشهر. ويأتي قرار تأجيل هذا الإضراب تبعا للدعوة الموجهة إلى الجامعة العامة البلديين بتاريخ 5 من نوفمبر الجاري والصادرة عن الإدارة العامة للشغل بتعيين جلسة عمل حول الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة ليوم 9 من نوفمبر بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وفق البلاغ ذاته. في شأن آخر الآن، اقتصاديات الرقمنة للنهوض ببعض المؤسسات الاقتصادية هو ما تمت مناقشته اليوم أو خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للاقتصاد والمالية وعلوم التسويق الذي ينعقد في الحمامات. بعد النظر في محاور تكنولوجيا الإعلامية والطاقات المتجددة والبيئة، ينشغل المؤتمر الدولي الرابع ليخوض في مسائل الاقتصاد والمالية والتسويق بمدينة الحمامات على مدى 3 أيام لدراسة ومناقشة آخر مستجدات الميدان. باش نحكيوا احنا على أمور علمية أساسا، يعني باش يكون فما تقديم لأبحاث علمية ونقاشات، ولكن ما يمنعش هذا اللي احنا باش نتناقشوا في بعض الأمور اللي تهم تونس واللي تهم الاقتصاد نتاعنا، وخاصة الآليات الجديدة اللي تنجم تستعملها تونس والبلدان كلهم في الحقيقة يستعملوا فيها، كما الاقتصاد الرقمي، كما التسويق الرقمي. المؤتمر الذي استضاف عددا من الخبراء الاقتصاديين والمحاضرين من المغرب والمشرق العربي ومن إفريقيا وأوروبا تدارس الأمور العلمية بهذا المجال لتقدم وتناقش محاسن اقتصاد الرقمنة على تونس وجيرانها وفي العالم. احنا في الدول ديالنا محتاجين واحد رؤية جديدة للطريقة اللي نفكروا فيها نبنيوا بها المستقبل ديالنا، ماشي الكبار ديال الشركة هي تدير اللي تعطيها لا كاباسيتي باش تاخذ السوق. ملفات عدة طرحت في هذا اللقاء العلمي الأكاديمي ليتنزل محور التجديد والتكوين وأثاره على الابتكار كفاعل إيجابي في العملية الاقتصادية. نفهم شنو احتياجات اقتصادنا، شنو موقف المؤسسات، ما هو موقف المستثمرين الأجانب من الوضع التونسي، نوصلوا بمشاكلنا إلى مرحلة الدراسة من أجل وجود آليات. وسيعمل المؤتمر خلال فعالياته للخروج بمقترحات هيكلة وآليات تدعم اقتصاديات الرقمنة. تحتفل المدرسة الوطنية بجابس بتخرج أول دفعة للطلبة في اختصاص الهندسة الميكانيكية والذي يعد من أحدث الاختصاصات بهذه المؤسسة الجامعية، اختصاص من شأنه أن يخدم الجهة، ويبدو ذلك واضحا من خلال مشاريع الابتكار التي قدمها الطلبة. تخرجت من المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس أول دفعة في اختصاص الهندسة الميكانيكية، اختصاص يأتي مستجيبا لمتطلبات سوق الشغل وتحتاجه العديد من القطاعات. نأمل أن التكوين اللي حصل في المدرسة هذه معناها كانوا اكتسبوا مهارات يعني تقنية وعلمية تمكنهم من سرعة الاندماج في الحياة المهنية. الهندسة الميكانيكية معناها ماهيش مجال صغير، معناها مجال كبير مطلوبة بالباهي، معناها وحنا أول بروموسيون ماذا بينا سر إشهار الأول بروموسيون هذية باش يعرفونا المؤسسات. عدد من الطلبة الذين يدرسون في هذا الاختصاص قدموا ابتكاراتهم ومن بينها عربة إيكولوجية. قمنا بصناعة سيارة هي بروتوتيب عبارة عن سيارة إيكولوجية، الهدف منها هي أنها تسير أكبر مسافة باستعمال أقل ما يمكن من الوقود. وطبعا هذا التخصص سوف يخدم الجهة وسوف يمكن من توفير اليد العاملة المتخصصة والمهارات المطلوبة حتى يساهم قطاع الهندسة كعادته في دفع عجلة التنمية. الهندسة الميكانيكية هي
هي أحدث اختصاص تم إحداثه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس التي تعد من أقدم المؤسسات الجامعية بالجنوب. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة من القبض على شاب مورط في الاتجار في المواد والأقراص المخدرة رفقة فتاة وحجز 2250 قرصا مخدرا من نوع إكستازي. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أنه تم العثور على هذه الأقراص المخدرة بمنزل المظنون فيه مخفية داخل قوارير عطر محكمة الغلق إلى جانب مبلغ مالي. تحسين جودة الخدمات المزداة للمواطن في ظل علاقة جيدة بين الطبيب والمواطن يعد من أبرز أهداف الأيام السابعة لطب العائلة، والتي خصصت فيها ورشات عمل ومحاضرات علمية وجلسات نقاش طرحت خلالها عديد النقاط، تظاهرة طبية تنظمها جمعية أطباء العائلة بالمنستير. خليفة اختار منظومة طبيب العائلة في تعامله مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليسر المعاملات الورقية ولإلمام الطبيب بالحالة الصحية لكل أفراد العائلة. طبيب العائلة مباشرة نعدي عنده ويبعثني لسبيسياليست، نعدي نعمل تحاليل متاعي عادي كالعباد الكل. طبيب قريب ياسر للمواطن وللعائلة متاع المواطن، هذاك علاش يرتاح ياسر المريض لطبيب العائلة وللمنظومة هذه. تحسين جودة الخدمات الطبية المزداة للمواطن التونسي أحد الأهداف التي ترنو إليها الأيام السابعة لطب العائلة بالمنستير، والتي تضم على مدى 3 أيام 33 ورشة عمل ومحاضرات علمية مشفوعة بحوار علمي صحي. تحسين الجودة خاصة في العلاقة ما بين الطبيب والمريض، في رابيديتي سرعة تدخل الطبي، خدمة طبية مقابل التحكم في تكلفة. قاعدين نتعاون زاد مع الكنام ومع وزارة الصحة باش نحاولوا معناها ننهضوا بهالاختصاص، انا نعتبره اختصاص اللي هو طب العائلة. بعد مرور 9 سنوات على دخول منظومة طبيب العائلة حيز التطبيق، يرى المعنيون انه آن الأوان لتقييمها وتدعيمها. احنا كأطباء عقدنا اجتماع مع الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، واتفقنا هو أنها التزمت الإدارة وأنها تحترم بداية من سنة 2017 العام القادم هذا تحترم الأجال التعاقدية اللي خلاص الأطباء. إن شاء الله الإدارة توفي بالتزاماتها. واتفقنا أيضا وهذا هو الأهم، وأنه كون لجنة مشتركة لمراجعة الأتعاب التعاقدية. قاعدين معناتها مع نقابة الأطباء في بالعكس معناتها قاعدين تو باش نراجعوا الاتفاقية وباش نراجعوا حتى معلوم العيادة وإلى آخره. الطب العائلي أو ما يعرف بطب الخط الأمامي سيدرج سنة 2017 كاختصاص طبي جديد في تونس، ومن أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة يسعى الأطباء إلى التكوين المستمر ومواكبة المستجدات العلمية والعلاجية. ورقتنا ثقافية نستهلها من قصر قرطاج، حيث أشرف صباح اليوم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على موكب تكريم ثلة من الشخصيات الثقافية والفنية التي ساهمت في النهوض بميدان السينما إنتاجا وتأليفا وتمثيلا وإخراجا ونقدا وتوثيقا، وذلك بمناسبة الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية التي تحتفي هذه السنة بذكرى 50 لتأسيسها، دورة منح فيها رئيس الجمهورية الصنف الأول والثاني والثالث والرابع من وسام الاستحقاق الوطني بعنوان قطاع الثقافة لعدد من الممثلين والمخرجين التونسيين والأفارقة والعرب والمبدعين في مجال الفن السابع. كما قدم مدير الدورة الحالية لهذه التظاهرة السينمائية العريقة والتي انطلقت يوم 28 من أكتوبر لتختتم مساء اليوم التانيث الذهبي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة 50 المهرجان، قائلا إنها المرة الأولى التي يكرم فيها السينما رئيس للجمهورية. وحضر هذا الموكب أعضاء لجنة تحكيم الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية وعدد من الضيوف أو ضيوف تونس وأجانب وثلة من إطارات وزارة الشؤون الثقافية.
إذن بعد أسبوع عاشت فيه تونس على حركية ثقافية وأجواء سينمائية في مهرجان سابع الفنون وبحضور نجوم السينما التونسيين والعرب والأفارقة، يزدل اليوم الستار على الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية، دورة تميزت بتزامنها مع الاحتفال بخمسينية الأيام. إذن ساعات قليلة قبل الإعلان عن الأفلام المتوجة في المسابقة التي شارك فيها 18 فيلما طويلا بين وثائقي وروائي، ثلاثة منها من تونس، كما يتنافس على جائزة الأفلام القصيرة 19 فيلما منها ثلاثة تونسية، دورة فسحت المجال أمام الجمهور ومحبي السينما لمواكبة عشرات الأفلام غير المدرجة بالمسابقات الرسمية. من العاصمة إلى الجهات أين تعيش ولاية المنستير أيضا على وقع دورة أيام قرطاج السينمائية التي سجلت حركية لم تخفي إخلالات التنظيم، فضلا عن مشاكل النقص الواضح في عدد قاعات السينما، وضع تعاني منه اليوم مختلف جهات البلاد. ومع كل دورة تتجدد الدعوات على هامش هذه التظاهرة السينمائية لتشجيع الاستثمار في الشأن الثقافي. رغم ما تزخر به مدينة المنستير من نشاط ثقافي، إلا أنها وعلى غرار عديد المدن التونسية تشكو من بعض النقائص، لعل أهمها غياب قاعات السينما. في وضع غياب قاعات سينما معناتها في تقريبا في جل الولايات، ما عدا المركبات الثقافية اللي تشتغل كما احنا المركب الثقافي هو اللي يشتغل قاعة سينما، وهي القاعة الوحيدة تقريبا التي يقع فيها بث العروض السينمائية. في المقابل نجم نلقاو جمهور، وجمهور هام جدا للسينما في الجهات. كانت قبل ولاية المنستير فيها قاعة سينما الولاية، كانوا زوز قاعة سينما في المكنين، وكانت قاعة سينما في قصر الليل. القاعة هذه أغلقت عندها سبع سنوات، عاد فما رهان وما عادش على السينما، على الصورة الفوتوغرافية، على الصورة المتحركة ليماج موفمون لوغاس الموتوغرافيك. المركب الثقافي بالمنستير أحد الفضاءات التي تعرض بها بعض الأفلام، إلا أن المشرفين عليها يرونها غير قادرة على تعويض قاعة السينما. كفضاء نأم العديد من التظاهرات السينمائية، نحتضن العديد من التظاهرات في صلب الجمعيات الثقافية. احنا زاد ننظم بعض العروض السينمائيه، لكن هذا الكل ما يعوضش قاعات سينما اللي احنا حتى واحنا طلبه تعودنا ان نرتادوا قاعات سينما. لازمنا نشجعوا صناعه الافلام التونسيه، خاطر لهنا في مستير ما توصلش ياسر سين الافلام، معناها مش اي فيلم يطلع في تونس نلقاه في مستير موجود لهنا. دونك فما دي كلوب ولا دي اسوسياسيون اللي هما وقتها يجيبوه، اما مش الميزون دو برودكسيون تولي هي تجيبو لهنا. وعن دور الفنانين في الجهات ومدى حضورهم في التظاهرات السينمائية الكبرى، سألنا بعض العاملين في القطاع. علاش احنا مثلا كمبدعين ما يقعش استدعائنا مثلا؟ علاش ما يتوجهوناش؟ علاش ما يقربوناش؟ علاش ما نقعدوا ديما معناها احنا نجري في جرة العروض ونحاولوا باش نمشيو لتونس ونواكب كل شيء، وزوز ولا ثلاثة عروض معناها في جهة كما جهة المستير معناها شوية بالكل. ماذا بين المستثمرين، خاطر ما تعملش كان على مستوى الثقافة، وزارة الثقافة، المستثمرين كذلك استثمروا في فتح قاعات سينمائية في الجهات. الاستثمار في الشأن الثقافي ودعم السينما في الجهات التونسية يبدو أنه اليوم أصبح مطلب عديد الأطراف من أجل النهوض بقطاع قادر على تقديم صورة أشمل عن تونس. يتواصل الفعل الثقافي هذه الأيام، حيث احتضنت أمس عاصمة الجنوب صفاقس حفل افتتاح الدورة الأولى للسينما بصفاقس، دورة تحمل اسم المخرجة كلثوم برناس وتلتئم تحت شعار صفاقس المدينة التي تحب السينما، بحضور نجوم عرب صنعوا محطات ناجحة في سبع الفنون. أيام صفاقس السينمائية في دورة أولى، نجوم وأضواء واحتفاء بالسينما في عاصمة الثقافة العربية 2016. هنا بحث في المختلف وتأسيس للفعل السينمائي في مدينة صفاقس لتظاهرة أولى حملت اسم كلثوم برناز وبشعار صفاقس المدينة التي تحب السينما. إن شاء الله بالبركة لنا الكل، يعني صفاقس وجهة صفاقس والتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية، يعني موعد مهم جدا، وهذا يعني يؤكد الحمد لله يعني نجاح هذه التظاهرة وتأكدها يوم بعد يوم،
باحتضانها يعني الأسابيع الثقافية، أسابيع سينمائية، تظاهرات، وإن شاء الله زاد البنية التحتية تتغير من خلال المشاريع اللي يمكن يحملها هذا البرنامج. هو في الحقيقة أيام صفاقس السينمائية هذه بذرة أولى من الإنتاجات الدائمة التي ستستمر إن شاء الله، باعتبار أنها دورة أولى وستليها دورات أخرى، واعتمدنا فيها العديد من الرسائل. هذه الدورة حاملة لثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى هي أن تحمل اسم كلثوم برناس التي قدمت وأعطت للكثير. الرسالة تقول أننا لا بد فعلا أن نقدم يعني كل المحبة والاعتراف بالجميل لكل من حقق إنجازا في كل قطاع ثقافي، ومنها كلثوم برناس في السينما. لم تكن سرقتي لثمالي سببها الجوع، ولكن لأنها سرقة محرمة ففعلت ذلك. حفل افتتاح أيام صفاقس السينمائية كان بعرض فيلم أغسطينوس ابن دموعها لسمير سيف، وبتكريم للممثل عادل إمام. أنا بحيي مدينة صفاقس وبحيي هذه الرغبة الممتازة اللي شاركت في عام كبير، وأشكركم كثير جدا على الشباب، وإن شاء الله نتعود دائما إن احنا نعمل عواصم الثقافة. الثقافة أهم. هو الحقيقة هي صفاقس اللي اختارتني، وده شرف كبير، لأن كعاصمة زي ما أنا قلت للثقافة العربية إن احنا نقدم فيلما عن شخصية مثقفة بامتياز، فأعتقد إن يمكن دي كانت مصادفة تاريخية إلهية إنها تيجي في هذا الوقت تحديدا عشان نقدم الفيلم في هذه السنة في هذا المكان. هذه الأيام السينمائية تتواصل إلى غاية 8 نوفمبر الجاري بعروض سينمائية مختلفة والجديد، ورشات ودروس حول التحليل والكتابة النقدية والتركيب وتكوين في النقد الصورة السينمائية. الثقافة آخر محطتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين: المعابر الحدودية بغار الدماء وببوش، منافذ مشجعة للتجارة البينية وتيسير حركة النقل بين التونسيين والجزائريين. الجسرين، ارتفاع نسبة التملح بالأراضي الفلاحية وضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع صرف الأملاح بالأودية. تكريم رئاسي لمبدع الفن السابع في اختتام أيام قرطاج السينمائية وتسليم المشعل أيام صفاقس السينمائية. نقطة الختام مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.